السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا مع اخواتي في العربية، بنت اختي راحت تودينا للجزار، فقلت بقى استغل الموقف. اخواتي الاتنين من الجزائر، فقلت لهم بقى نعمل تحدي اللغة، بس بما ان انا المصري معروف بالنسبة لهم قوي، فهم لو قلت لهم اي كلمة هيعرفوها، فانا قلت لا، هم بقى اللي يقولوا لي الكلام. يلا ابدأي. يلا يا سليمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الصورة شوية هتتهز لان احنا في العربية. احنا في العربية. فقولي بقى كلام بقى بالجزائري. نقول لك حاجة تاع ليجيم كيما نقولوا احنا، يا خضرة. جريوات. انت فسرتيها لجيم جريوات خضره. طب انا هقول ايه من الثلاثه؟ لا، هي واسمها جريوات بالعربيه. انت اسالي وانا اللي هجاوب. انت قلتي خضره. ها روحي بقى، ما تعرفيهاش، مش هتجيبيها. طيب قولي حاجه ثانيه. قولي انت. قولي لها انت يا فاطمه. حميص. حميص اللي هو الحمص. لا مش الحمص. حميص. عيش محمص. فلفل مشوي. فلفل مشوي. مشوي مع طماطم مشويه. اسمه حميص. حميص. سلطه مشويه. سلطه مشويه. لا دي جديده دي. وبعدين في واحده من بلد اسمها ايه؟ قسنطينه. قسنطينه. واحنا من سطيف. ومن سطيف. فاللغتين مختلفين. مختلفين. بس انا بفهم سطيف عن قسنطينه. قسنطينه. لا مش عارفه، هم سهله شويه. طيب ايه تاني؟ شخشوخه. شخشوخه اللي هي الشخشوخه، انا فاكراها، استنى، اللي هي البيض تقريبا والبصل. لا لا، هي ما جت شخشوخه. شخشوخه. ايوه عرفتها، البتاع المربعه الصغيره دي. اكله زي الكسكس. اكله زي الكسكس كده. لا هي مش زي الكسكس، زي لابات، زي لابات. المربعه دي يا فاطمه هي عجينه، بنعملها عجينه ومربعه مربعه صغيره كده. طيب. لا دي عارفاها دي، عشان سليمه كانت على طول تبعتها لي. طيب خش على اللي بعده. يلا عايزين حماس. 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 طب انتوا تعرفوا الشبشب هو ايه؟ لا. الشبشب انا نعرفه. ايه؟ عارفاه. لا لا لا، البشماق اللي نمسوه. في رجلينا. في رجلينا. انا كنت شعره. طب الطريق. الفاليزه. الفاليزه اللي هي الشنطه بتاعت الصف. عرفتها على طول. جاري. الايه؟ جاري. جاري اللي هو السايل. لا لا لا. حاجة سايلة. هي شوربة. طيب ما شوربة سايلة برضو. في حاجة أخرى سايلة. الصابون سائل. يعني الشوربه اسمها جاريه؟ جاري جاري جاري. هاي قسنطينه سميوها جاري، انا في سطيف نسميوها شوربه. شوربه. نسميها الشوربه احنا. وتاني بقى نقول حاجه تانية. على الاكل ولا اي حاجه يعني في الحياه؟ في طوموبيل. طوموبيل العربيه معروفه. عايزين حاجه سهله. عايزين حاجه صعبه يا اولاد. الدار. البيت. لا ده انتوا طلعتوا فافي قوي. لا 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 لا. لا ده انتوا طلعتوا. قولي لا يا فاطمه، قولي لا حاجه. قولي انت يا فاطمه. ما عنديش في راسي ده. قولي انت يا سليمه. استنى. ده انتوا كان عندكم كلام بالهبل يا جماعه. هذوك يروح عشان انت بتصوري، يروح من مننا يا اختي. لا ما عملناش حاجه احنا كده. روبا. روبا اللي هو الفستان. انتوا ما تقوليلهاش روبا. لا الروب ده اللي عندنا اللي هو التقيل بتاع الشتوي ده اللي بنقفليه كده، هو ده الروب عندنا. بس نقول روب مش روبا. بنقفله كده بيبقى في الشتا اللي هو بيدفي قوي. ايه تاني يا فاطمه؟ يلا الا اونا الا دوي. طيب اشوف لكم. العظام. العظام. العظام اللي هو البيض. لا برافو. شفتي؟ برافو عليك. شاطره. عشان كده وهي تقولي عظام يا فاطمه، فعشان كده ما بعرف. ولو ان الاول ما كنتش اعرفه. شوفها. لو نادرة قاعدة تقول لك بالجدا. بالجدا. بالجدا يعني كويس. كويس. بالجدا. ازربي. ازربي. نسيت ولا ايه؟ ازربي. ازربي بسرعة. بسرعة. ازربي بسرعة. ايه تاني يا فاطمة؟ ما كناش محضرين نفسنا. قولوا كلموا جزائري. طيب. الطرام. اطران؟ طرام. 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 القطر. ده فرنساوي ده. لا هو مش قطر. هو كيف بيس. ترام. الكار. لا الكار
عملته كده بصراحة يعني ما مش حابب فيك صحيح. اختي راح احنا المفروض زرودية. الزرودية الكزر. برافو. بس احنا عندنا الزرودية دي الزرودية. لا احنا نقول لها الاخر. شفتي بنلف بيها الزرودية. ارحمكم الله. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نواظر نواظر النظر. انا نقول لك خلي حويت سهلي. شباك تقولوا له شباك. لا نقولوا طاق. ثقه 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 طاقه ثقه ثقه ثقه. والباب الباب باب زينا الخزانه كيما زيكم انتم الخزانه. الخزانه نقول عليها دولاب. احنا نقولوا الخزانه. دولاب. شو والله لا جماعه كوشه. كوشه اي لا كوشه ما تجيبيهاش. الكوشه الكوشه دي عندنا بتاعه الفرح اللي هي الكوشه بتاعه العريس والعروسه. سمعتهم في الافلام يقولوا فيها العريس والعروسه دي اسمها كوشه. شوفوا الطياره نازله ازاي. احنا خلاص احنا نازلين مصر جديد بصراحه هناك. وصلنا الكوشه يعني كوزين يعني الطبق الفرن. الفرن الفرن. احنا في الجزائر كنا نسميها كوشه نقولوا كوشه. وايه تاني صعب دي الكوشه دي اول مره اعرفها. شفتي انا سجلت نقطه. شفت عليا نقطه عليا نقطه. طيب وايه تاني عايزه يعني عايزه اكل ولا اي حاجه. اي حاجه يا اختي راحوا كلهم من دماغي. انشالوا المرحوم. المرحوم الشمام. الشمام مسمينه مرحوم. يعني انا بروح نجيب من عند الراجل كده الشمامتين يسوع مرحوم الله يرحمه. الله يرحم يحتمل. عندها اول مره عند فاطمه بتقول لي انا جهزت لكم المرحوم. قلت لها ايه والدلاع. والدلاع البطيخ. البطيخ البطيخ جهز لكم المرحوم. وصلنا. ايه ده وصلنا؟ ما شاء الله احنا وصلنا يا جماعه. يمكن نعمل لكم جوله جوه كده ان شاء الله. يا رب يبقى حلو كده ان شاء الله يا رب ويبقى كده. كلهم اول مره نيجي لهم. اول مره نيجي يا اكسو يا ليجال يا توفا ما جهزتش. وريهم وريهم وريهم. كاين بزاف لي ماغازان. ما شاء الله حتى اكسيون هو برضو اكسيون كونفورما دي غوا دي ليتيل المكان ما شاء الله جميل. لذيذ.